في ملف ثاني، قالت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تنفذ جولات دورية منذ شهر أيلول من عام 2021 بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الغذاء والدواء، وبشكل دوري على المراكز الحكومية والخاصة والتطوعية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة للكشف على الأدوية التي تصرف للمنتفعين. وأضافت الوزارة أنه تبين في أحد المراكز خلال الأسبوع الحالي وجود أدوية متنوعة ل28 نوعا من الدواء مصروفة بموجب وصفات طبية بعدد 4718 حبة دواء متراكمة زائدة عن المصروف، من بينها 5 أنواع عقاقير مدرجة خطرة مجموعها 1333 حبة. للاستيضاح بمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح. أهلا وسهلا بك معاليك. إذا معاليك، عندما نتحدث عن هذا الأمر لنبدأ بداية بالبروتوكولات المتبعة، تحدثتم عن زيارات منذ أيلول، فكيف كانت الحيثية في ضبط هذا الأمر؟ مساء الخير أخت غادة وللإخوة المشاهدين. مثل ما ذكرتي أخت غادة، والتقرير كان واضح بالأدوية اللي ضبطها والأعداد والتفاصيل. منذ شهر أيلول الماضي تم تشكيل لجنة مشكلة من جهات الأطراف للكشف والتأكيد على موضوع الأدوية وخاصة الأدوية المخدرة وكيفية صرفها وتاريخ الانتهاء الوصف، وهل هناك مصروفة بوصفة طبية صحيحة ومن ذوي الاختصاص. طبعا كان هناك بعض التجاوزات في ذلك الوقت، وتم تصحيح بكافة المراكز سواء كانت الحكومية وعددها 5 أو التطوعية والخاصة بعدد 22 مركز. نعم. استمرينا بالعمل في هذه اللجنة ولا لا يزال مستمرين، إلا أن بداية الأسبوع بأحد الجولات في مركز جنوب وتابع لوزارة التنمية الاجتماعية مركز حكومي، تم التشييك على الصيدلية في المركز ووجد عدد 4817 حبة تشكل 28 نوع دواء، 5 منهم فقط هي من المواد المخدرة الخطيرة مصنفة وموجودة بكميات 1333 حبة. نعم. للوقوف أيضا كذلك على هذا الموضوع وكيفية الصرف الزائد أو لماذا لم يكن هناك صرف للمنتفعين أو لأي أسباب، مباشرة قمت بتشكيل لجنة للتحقيق للوقوف على حيثيات وتفاصيل كاملة بهذا الموضوع، واللجنة الآن متواجدة في مركز الطفيلة للتأكد والوقوف على هذه الحيثيات وسرعة الإنجاز. وأيضا تم الإعاز بعدم وجود 4 موظفين، يعني بمعنى أنه تم توقيفهم عن العمل، لأنه كما هو معلوم عملية التوقيف هي من اختصاص القضاء، لكن ما همنا هو عدم وجودهم في مراكز عملهم حتى يتم انتهاء اللجنة من أعمالها واتخاذ القرار المناسب بحقهم. نعم، وهذه اللجنة من شأنها استيضاح التفاصيل والملابسات في هذا الموضوع واستيضاح أسباب وجود هذه المواد الزائدة من الأدوية بهذا الشكل وبهذه الأعداد. نعم. اليوم يعني بس عشان يكون الأخوة المشاهدين مطلعين على التفاصيل، نعم، ما يتم صرفه بشكل شهري من خلال وزارة الصحة هو حوالي 1000 حبة دواء، وهذا دليل انه هناك زياده حوالي 40% ل 50% من الادويه، طبعا كافه الادويه لا مش نوع معين فقط. وعدد المنتفعين الموجودين 107، 76 منتفع يتلقوا العلاج او الادويه من خلال طبعا طبيب اختصاص واطباء نفسيين وايضا صيدليين. نعم، وهل عادة لربما تلاقيكم مثل هذه الحوادث وإنما أو الضبوطات ولكن بكميات أقل، قد تكون تبعا لعمليات جرد معينة أو طلبات معينة أو عدم وصولها للمنتفعين مباشرة؟ في هناك اقتغادة بعض المراكز بكون فيها إما زيادة وإما نقص، لكن مبررة. مثلا
بعض المنتفعين بكونوا يتناولوا الأدوية، وعند أخذهم أو حصولهم على إجازة عند أهلهم يقوم الأهل بقول إنه عندنا دواء إحنا ما بدنا نسكن الدواء، أو إنه بصير يأخذوا الأدوية وبرجعوهم معهم، فبتكون النسبة بعشرة 15% فقط، لكن ليس بهذا العدد الكبير اللي يجب إنه يتوقف عنده ويكون هناك لجنة تحقيق. نعم، وعادة يتم رصد هذه الأرقام أو لربما عملية جرد إذا كان من الممكن أن نسميها بشكل شهري. دائما هذا الموضوع موضوع حساس وخطر، ولهذا السبب يوجد دائما جرد شهري وبشكل أيضا مفاجئ، وأيضا هناك دور على مدراء التنمية ومدراء المراكز ليقوموا بالتأكيد بشكل إما يومي أو بشكل أسبوعي، لكن هذا العدد لما يكون نصل بتجاوز 4000 يعني أكيد أن هناك خلل في الإجراءات الإدارية والتنظيمية. نعم، اللجنة المشكلة الآن التي تبحث في هذا الأمر، هل هي مشكلة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية فقط أن تضم أيضا وزارة الصحة وكذلك المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة نظرا للتشاركية في هذه العملية بشكل مكتمل؟ اللجنة كلها من جميعها من أعضاء وزارة التنمية الاجتماعية، لكن تقرير اللجنة المشتركة من الأدوية هو تقرير مشترك، وسيكون هو الجهة الإرشادية لهذه اللجنة، ودورهم هو فقط للتأكد من الإجراءات اللي تمت، ومن ثم يتخذ الإجراءات القانونية إما بالتوسع بالتحقيق مثل ما تفضلتي أخت هادة بزيادة الأعضاء، ولهم الحرية في الاستشارة من أي جهة كانت، أو تحويلها للمدعي العام. نعم، بانتظار نتائج هذا التحقيق. شكرا جزيلا لك وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح. كذلك وفي ذات الموضوع ينضم إلينا الأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة دكتور مهند العزة. دكتور مهند، أهلا وسهلا بك. دكتور مهند، لربما استمعت إلى معالي الوزير عندما تحدثنا عن بعض الحيثيات المتعلقة بهذه الحادثة، لنتحدث قليلا عن الإجراءات خاصة فيما يتعلق بوصف هذه الأدوية، الاستناد إلى الكميات المضافة أو المقدمة لهذه المراكز، كيف يتم العمل على هذه الآلية؟ شكرا جزيلا. أولا يعني يجب أن أقول وأؤكد بأنه ملف الأدوية في المراكز الإيوائية سواء كانت خاصة أو سواء كانت حكومية كان سمو رئيس المجلس منذ فترة ليست بالقصيرة يعني أول من رفع العلم الأحمر وأشار إلى خطورة هذا الموضوع، وذلك من خلال مشاهدات كنا نراها ل أشخاص ذوي إعاقة سواء في منازلهم أو في مراكز القطاع الخاص. عادة بكل أسف في إساءة في استخدام الأدوية تعطى للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية سواء كانت إعاقات نمائية شديدة أو توحد أو داون سيندروم ليبقى الشخص في حالة خمول، بل حتى في بعض المراكز النهارية الخاصة المجلس فرق تفتيش المجلس ضبطت عدة حالات وكميات أدوية في بعض المراكز الخاصة بالتشارك مع وزارة التنمية. كان يوجد أدوية خاصة بعلاج الصرع على سبيل المثال، وأدوية الخاصة بالسعلة. أدوية السعلة كما هو معروف في كثير منها يحتوي على مواد مثبطة أو تشعر الشخص بالخمول، فبكل أسف يعني تلجأ مختلف الجهات كما قلت سواء كان مراكز قطاع خاص، كثير من الأسر بكل أسف يلجأوا لهذا النوع من الأدوية سواء أدوية الصرع أو أدوية الأعصاب أو الأدوية النفسية لإبقاء الشخص دائما في حالة خمول، ويعني لكي يزيحوا عن أنفسهم أحيانا عبء بعض النشاط الزائد، وإذا كان في مركز العاملين يعني يجدوا من الأريح للأسف أو من الأفضل أن يبقوا الأشخاص في حالة خمول، وهذا انتهاك شديد وصارخ لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التكامل الجسدي في الصحة، يعني هو في حد ذاته يشكل انتهاك صارخ. ولهذه الغاية تم تشكيل اللجنة من فترة اللي أشار لها معالي الوزير
شكلتها وزارة التنمية من مجموعة من الخبراء في التنمية والصحة، المجلس، الغذاء والدواء، وقامت بجولات على مراكز القطاع الخاص وعلى المراكز الحكومية. ما يثير القلق من وجهة نظري أنا هو الوضع في أيضا المراكز الأخرى، يعني خصوصا على سبيل المثال مراكز القطاع الخاص، وسواء كانت مراكز إيوائية مبيت أو مراكز نهارية، لأنه يعني إذا كان تم ضبط يعني هذا أو هذه الحالة في مركز حكومي مع وجود إشراف وإلى آخره، إذن ربما أو ما نخشى أن يكون الوضع في مراكز القطاع الخاص يعني أصعب إلى حد كبير. اللجنة وجدت بعض أو عدد من المخالفات والأدوية غير المبررة في بعض هذه المراكز، وتم اتخاذ يعني اللازم والطلب منهم تصويب الأوضاع. نعم دكتور مهند، أمام هذا الواقع المؤسف، سواء كنا نتحدث عن مراكز حكومية أو مراكز خاصة، هنا في هذه الحالة ما هو التخوف الأكبر عندما نتحدث عن وجود كميات كبيرة مخزنة وليست مستهلكة؟ هل نتحدث عن لربما تخوف من كميات سابقة لا تماثل الحالة التي تحدثنا عنها قبل قليل بالاستهلاك أكثر من الحاجة، أو لربما بالاستهلاك أو الاستخدام الخاطئ؟ يعني اولا في يعني اذا بدنا نحكي عن يعني ما تثيره مثل هذه الحالات من شبهات، قد تثير يعني شبهه عدم وجود لا نظام ولا اجراءات واضحه ومتبعه ل صرف الأدوية أو إعطائها للمرضى. يعني نعم، وهذا طيب ما كنت أسأله بالتحديد هنا دكتور مهند في بداية الحديث، الآلية المتبعة في ذلك عندما نتحدث عن 1000 حبة لكل مركز من مختلف الأدوية، فإلى ماذا هنا نستند؟ هل نستند إلى عشوائية بتزويد هذه الأدوية أم أنها تخصص لكل مريض بحد ذاته؟ يعني أنا أعتقد أنه في حاجة ملحة لوجود ملفات واضحة. من الزيارات اللي قامت فيها اللجنة المشتركة كان من الواضح أنه في افتقار وفقد أو أحيانا غياب في عدد من المراكز لملفات طبية واضحة تقول من يأخذ ماذا، مين الطبيب اللي وصف الدواء، ليش وصفه للشخص، الجرعات المأخوذة، كل هذا مفقود. الأخطر من ذلك أنه عدد من الأدوية التي يتم إساءة استخدامها هي تصرف أصلا بدون وصفة. يعني الأطباء بيعرفوا والصيادلة أنه معظم أدوية الصرع التي تؤدي للأسف الغرض المنشود وبعض أدوية الاكتئاب هي أصلا لا تحتاج لوصفة. الآن ما تم ضبطه في 5 أدوية يعني قيل بأنها مدرجة أو مصنفة، طباخ الأدوية يتم صرفها بدون وصفة طبية. يعني أي شخص، أي مواطن بإمكانه الدخول إلى الصيدلية وشراء العديد من الأدوية والمركبات الخاصة بعلاج الأعصاب أو بالعلاج النفسي. إحنا ما نطالب فيه وما نحاول القيام به بالتشارك مع كل الجهات المعنية أن لا يتم صرف الدواء إلا بوصفة طبية من طبيب مختص وليس طبيب عام. نعم. وأن يكون أن تكون الوصفة محددة من حيث السبب ومن حيث الجرعة. إحنا شفنا على سبيل المثال ناس بتاخذ نفس الجرعات إلها سنين في بعض المراكز، طيب بدون نقصان وأحيانا بزيادة، طب بلكي حالتهم استدعت أقل، بلكي استدعت تغيير نوع الدواء. بس اللي أنا بحكيه ستي إنه المشكلة إنه الغاية من الأدوية بكل أسف في عدد كبير من المراكز ليست غاية علاجية، وإنما هي للأسف غاية تهدف إلى ما نسميه بالتقييد الكيميائي، بأنه يتم تثبيط نشاط الشخص وجعله في حالة خمول دائم، يعني ابتغاء للراحة، ابتغاء ل نعم لعدم تحمل المسؤولية بشكل عام. للأسف يعني للأسف، وزي ما حكيت التخوف أكبر في عدد كبير من مراكز الرعاية سواء النهارية أو الإيوائية التابعة للقطاعات الربحية أو حتى القطاعات التطوعية. شكرا جزيلا لك دكتور مهند العزالة، أمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.